شحات قرآن دوت كوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وما أبرئ نفسي إن النفس إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كان فلما كلمه قال إنك اليوم لدي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما إن ربي غفور رحيم. وما وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.
نصيب برحمتنا من نشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع
وجاء وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وقال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. الله قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا
قال هلا منكم عليه إلا كما أمنتكم على كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير صدق الله العظيم.